بينا العمل منذ الساعات الأولى لصباح اليوم. نهار اليوم نهار 23 نوفمبر، اليوم هذا حدث آخر تاريخي تعيشه تونس، وإحنا بطبيعة الحال الإعلاميين والصحفيين بصفة عامة حاضرين بكل ثقلنا في نهار اليوم، ونحاولوا أنه نواكبوا فعاليات الحدث هذا في كل مكان. خرجنا كنا في قفصة، بداية اليوم صباح كانت في مراكز اقتراع في وسط المدينة، تعرضنا ل معناتها مضايقة، وما حقهمش بصراحة يتعاملوا معنا، لأنه احنا هم اللي ننقلوا راهو شفافية ومصداقية ما يصير، أو إذا كان فما حاجة أخرى، احنا مرآة المواطن، احنا الصورة اللي تعكس له الحقيقة، خاطر فما مواطنين ما يعرفوش، احنا نعكسوها لهم سوى بالصورة أو بالصوت أو بالكلمة. هذه الدوية الصحفية بمجلس دولة قفصة، طبيعي انه الصحفي لابد ايضا انه يحضر لليوم الانتخابي هذا. بالطبيعه تم التنسيق مع عديد الزملاء، تم توزيع الادوار فيما بين على الاقل في تقسيم للادوار بين المعتمديات، لانه تعرف الامكانيات المتوفره للصحفيين خاصه في الجهات هي امكانيات ضعيفه وضعيفه جدا، بالكاد ان الزملاء الكل يتنقلوا تقريبا على ان بامكانياتهم الشخصيه فقط من اجل ايصال المعلومه، من اجل الوقوف على التجاوزات، من اجل ان يكونوا هم العين الساهره على سير العمليه الانتخابيه، وايضا من اجل ان تدار كل العمليه الانتخابيه بكل شفافيه وبكل نزاهه، وهذا بالطبيعه كان فيه كان مصلحه المواطن تسني على الاتعاب ولا شنو نتعرضوا له، هذا كل يهون من اجل انجاح اليوم الانتخابي في ولايه قفصه وفي الجمهوريه عموما. اليوم نهاري كان صعيب ياسر، انك شاب تحملت مسؤوليه قفصه كامله، معناها انا مسؤول على معتمديه قفصه، معناها على ولايه قفصه، معناها معتمديات اللي هي 11 معتمديه. كان ياسر تعب، برشا مسؤوليه، هي 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 فيها روح، معناها على خاطر الانتخابات لازم نعيشوها، فهمتني؟ هي فيها روح، حتى كي تعيش اللحظه معناها في الانتخابات تنسى التعب الكل، وتفكر كان في مصلحه تونس ومصلحه شباب تونس في المستقبل.